أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا سائل يقول: هل الرافضة إخوان لأهل السنة؟ الذي ما عنده ناقض من نواقض الإسلام فهو من أهل السنة، والذي عنده ناقض من نواقض الإسلام ليس من أهل السنة وليس من المسلمين أصلا. هذا حسب ما عندهم، حسب ما عندهم في مذهبهم. إن كان في مذهبهم نواقض من نواقض الإسلام فليسوا من المسلمين، فضلا عن يقال إنهم من أهل السنة. أما إذا كان ما عندهم نواقض وإنما عندهم بعض المخالفات التي لا تصل إلى النواقض فهؤلاء من أهل البدع. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.